Sinon, Augustin. المهم فهاد الدرس غنشوفو كيفاش نقلبو في الكونتوني ديال الفيشي، يعني وسط الفيشي كيفاش نقلبو على شي حاجة. هو داك التمرين رقم ماش اللي بغيت تبع مع البي دي اف، هو التمرين دا غوشيرش كاين في الصفحة، الصفحة هاديك صفحة 12 ديال البي دي اف. انا غير قديتو بطريقة اخرى باش يجي ساهل في حسب الديستانس. السؤال الاول تيقول لك ايديتي الفيشي فيل افيك في اي بوي اجوتي لو تيكست سوفون. السؤال بالنسبه للفيشي انا صيفطت انا في الجروب، راه صيفطت لكم في الجروب بالبي دي اف بشحال هذا. انا عاود صيفطت ولا ماشي مشكل؟ كاين صار في الجروب انا صيفطت لك، عاود صيفطت ما صدقيتوش. صافي غنعاود نصيفط لكم غير نسالي ونعاود نصيفط. استاذ واش غنكملو داك الكور ديال لينكس ياك؟ داك اللي داك الفيشي اللي كنا بديناه هي راه غادي مع البي دي اف، غير نضمتو بطريقه اخرى دابا باش يجي مع ديستونس. دابا حنا في صفحه 12، حنا دابا في صفحه 12 في البي دي اف. دابا غير صفحه 12 غادي درت كل سؤال في سلايد بوحدو باش يجي ساهل في الشرح. السؤال الاول قال لك غادي نكتبو في هذاك الفيشي اللي سميتو فيل بوان تيكستي هاد الكونتوني، يعني ماروك فاس كازا وكذا. يعني باش ايديتي ان فيشي تكست دير في اي فيل كونتكست ونبدا نكتب دير اي ولا ا ونبدا نكتب ماروك تابيلا سان فاس كازا اكسترا. نسالي فاش نسالي ندير دو بوان كيلون ونسجل. ديجا عندي انا اللي كاين واحد الفيشي اخر كتبت فيه هادشي كات سميتو ليست، منضيعوش الوقت في الكتابة فيه هذاك الشيء اللي مطلوب يتكتب. السؤال الاول غير تحل الفيشي وتكتب فيه هذاك الشيء اللي كاين، غير هذاك راه ماشي اسباس اللي بين هادو طابيلاسيون ماروك طابيلاسيون فاس طابيلاسيون كازا في الميكرو. شكون اللي طاق الميكرو؟ راه كاين ليكم سيعاود يرجع الصوت. ندوزو السؤال رقم جوج. ياك افيشي لي لين اللي فيهم كازا، الى مشينا لهنا كات ليست هنا شي كاين دي لين فيهم كازا وكاين اللي ما فيهمش كازا، بغينا غير اللي فيهم كازا. غادي نخدمو واحد لا كوموند سميتها جريب. جريب هي تنقلب على واحد الموتيف تسمى موتيف ولا باترن وسط في دي فيشي. غادي نقول مثلا تنقلب على كازا وسط الفيشي ليست يعطيني غير ديك الصوره فاش كاينه كازا، تعطيه اشنو علاش تقلب من بعد فين غتقلب وتعطيك ليلين فاش كاين سميتو هذاك هذاك الشيء اللي تقلب. مثلا في هذه الحاله تنقلب على كازا كنكتب غير في النوت. وقفوا الميكرو. الاخر افيشي دي لين كي كونتيان لو مو ماروك او ماروك، ما قلنا لينكس راه سونسيبل على كاس. الى درنا غريب ماروك في ليست يعطينا غير اللي كاين فيهم ماروك مينوسكول هنا، وين اللي بغيت ماروك ماجوسكول خاصني ندير غريب ماروك بام ماجوسكول، لان لينكس يقص تفرق بين ماجوسكول ومينوسكول. بس انا غير فيهم ماروك ماجوسكول. وين قال لك في السؤال بغيت يعطيني هاد لا ليست وهاد لا ليست، يعني اما تكون ما مينوسكول يعني ما تسوقش الماجوسكول ومينوسكول. شو قولي ما يتسوقش الماجوسكول مينوسكول خاصني نزيد لوبسيون موان اي، يعني تولي انسونسيبل على كاس، يعطيني فيهم ماروك سواء ماجوسكول سواء مينوسكول. يعني تنقلب على شي حاجة وما تيهمنيش واش ماجوسكول ولا مينوسكول. مفهوم السؤال؟ مفهوم. السؤال الاخر اللي لين كي كوتين كازا افيك لوغ نيميرو، يعني غير بغيت نافيشي لي سطورة اللي فيهم كازا. انا غريب كازا
في الليست. وين بغيت نعرف الرقومه ديال ديدين دابا فيشالي هذا وين مع الشرا اش من لين فجات في الفيشل. بغيت نقول ليها فيشالي ديال لين فجات في الفيشل دير موا ان النومبر النيميرو ديال لين. تقول لها ما هذا راسط الرقم واحد، هذا راسط الرقم 6، رقم 8، رقم 10، رقم 13، رقم 16 في الفيشل باش تعرف فين تلقاها. السؤال الاخر لا خدام فيه دابا انت انا السؤال بس نشوف افيشيليني كي كوتيال مو ماروك و 4 ماروك ماروك 5 دابا انا في السؤال رقم 6 افيشيليني كي نو كونتيان با لو مغابا يعني كي نو كونتيان با ما فيهمش غابا. دابا الى درت سكراب غابا نقلب على غابة وست ليست يعطيني غادي يعطيني شنو كتعني ديك غابة؟ يعني اللومو علاش نقلب تنقلب واحد الكلمة وسط واحد الفيشي. غابة هي الرباط، هي غابة انا مفهوم ديالها في الكوموند ماشي اوبسيون في الكوموند. تنقلب على غابة وسط فهمتي كوموند يعني علاش تقلب. اذا نقول لي علاش نقلب على غابه وسط ليست وين ليك هو في السؤال ني كاين نو كونتيان با يعني ما العكس ما بغيتش اللي فيهم غابه بغيت اللي ما فيهمش غابه باش نقول ليه انفيرسي لا ريغيرش يعني ما بغيتش غابه تندير لوبسيون موان في يعني نقول لي اراليا لي لين اللي ما فيهمش غابه درتي موان في مغرب يعني تقول ليه العكس ديالك شي راه تقلب تنقلب على اللي ما فيهمش غابه ماشي اللي فيهم غابه. الى حيت تاخد تنقلب على اللي فيهم غابه ثم تنقلب على اللي ما فيهمش شي حاجه مفهوم. السؤال رقم باش نشوفوا الرقم ديالو هنا استاذ كالكولي وي استاذ ا ديستانس مزيان حسن فهمو احسن من بريزونس زعما داكشي واضح الدستانس حيت غادي يبقى لكم مسجل وانا راه ناقصه في التيبين صار من جهتك حتى انا ما تصعب ما تبراتيكيش باش غادي هذا اللي ناقصه فيها ان مثلا ندير الدرس واني ماش براتيكي ما تبقاش متبع معايا لان غالبا راه تكون كونيكتي غير من التليفون راه غادي يبقى غير تفرج قاعد معاك هذا غادي مع عليه اللي عنده بيسي واني ماشي كلشي عنده بيسي انا راه متبع مع غادي مع راني غادي مع اي لا غادي ماشي المهم غادي يبقى الدرس مسجل تالي بغى يراجع من بعد يراجع حنا السؤال رقم 7 قال لك بغينا نحسبوا شحال من لين فيهم غابه يعني باش نقلب على اللي ما فيهمش غابه قال لك اللي ما فيهمش غابه يعني هما هادو شحال من لين انا غادي باش نحسب مانيوالمون ما جاتش شنو ندير حسب ليا كونت يعني حسب ليا شحال من مو شحال من لين ما فيهاش غابه كاين 17 لين ما فيهاش غابه اذا تي موان سي يعني احسب لي مو لين ما فيهمش غابه ولا اللي فيهم غابه ولا كذا المهم موان سي تكالكولي. السؤال رقم باش نشوف ندوز الاخر السؤال كي افيشي ديني كي كومونس باغ اللي تيبداو ب اوزا ندير غريب كي كومونس ندير الشابو قبل منها يعني كاين اوزا فلس الشابو اللي وقيلا خاصنا ايماج سكيل اللي درتي الشابو واش ثاني يعني هاد لالين خاص تكون يوزا من في البداية ديال لالين ماشي وسطها الشابو وهاديك شي تبعها يعني باديه ب بيوزا ماشي بيوزا وسطها. الا درت غريب يوزا عاديه في ليست شويه ثاني هي ثاني في مكانس يعني في الحاله يوزا كاينه غير في البداية. الا درنا ماروك نقلبوا على ماروك نخوي الاكران خاص باش نخوي الاكران هي كنترول ال باش نجي نتبقى نكتب صرا عاد نرجع نخوي الاكران الا بغيتي تخوي الاكران قادير كنترول ال هنا
كين ماروك وين ماروك كامل كامل بدي ماروك شوفوا طنجي مثلا طنجي لكن صح دابا بدي طنجي ماشي مشكله ما بلا درتي الشابو تاعني انه تيبدا بهذيك الكلمه السؤال اللي موراه كي سو تيرمين يعني اللي كيسالي شي حاجه مثلا في هذه الحاله تيسالي بماروك بغينا لي مو لي لين اللي تيبداو بماروك وتيساليو ولا اللي تيساليو اللي سالو سالو بماروك تندير غريب تدير تنقلب على ماروك وتندير موراها دولار يعني هاد ماروك جايه في الاخر ديال لي لين ديال الست سياتني لقينا غير السطر واحد اللي فيه ماروك هو الاخراني هو هذا السؤال اللي موراه هو السؤال سميتو فاش كنكون سولمون هو السؤال 10 ديما المتبع من البي دي اف السؤال 10 اللي فيها سولمون كازا اشنو هي اللي قلنا فيها غير كازا بوحدها شنو ثاني يعني بادية بكازا مزيان بادية بكازا ومسالي بكازا بحال هكا كاين حتى واحد وقيلا الدولار يعني عند هذيك الشابو يعني راه البديل لالين والدولار يعني لفان ديال السطر فهمتها كاين عندنا عندي لين واحد اللي بادي بكازا ومسالي بكازا هو هذا فهمتوا شنو يعني الشابو الشابو هذا الرمز يعني راه بدا لالين وموراها كازا وموراها بحال دورا هنا تقول سالات لالين تقريبا تما هذيك الشابو يعني راه البديل ديال السطر كاين كازا وكاين دولار دولار يعني سالا السطر شنو اخر بالنسبه فاش يسول كازا 11 سؤال 11 اللي فيهم اما اكادير اما كازا بغيت لو شوا اما فيما لقى اكادير ولا كازا يا افيشو نديرو كونتر ال غريب باش نقول ليه هذا ولا هذا راني نقول ليه اكادير ولا تنديروا لها هذه كازا ونتندير في الاستغرام ما عطاني والو تقريبا في هذه حتى تندير اونتي سلاش هنا هاتيك تدير اونتي سلاش هذيك لابار الواقفه تضرب الت جي ار مع 6 تقول اما اكادير ولا كازا يمكن ديرها بواحد الطريقه اخرى هي تخلي الاولانيه وتزيد لوبسيون اه ماجوسكول ماجوسكول يعني انا غادي نترجم هذوك الاكسبريسيون ريغولير اكسبريسيون ريغولير واحد لوبس واحد الكونسيبت ديال اللي يمكن نلقى نقلب على واحد الموتيف ولا واحد الشكل ديال اللي ديال الكتابه في واحد في شي حاجه بحال التكست ولا تنقول لي ما تقلب اكادير ولا كازا اذا ما درتش اه خاص دير اونتي سلاش السؤال الاخر شنو هو قال لك لي دين كي كونتيان كازا او كازا هذه هنا شوف اي قسم سبحانك كدول معايا صح وقف الميكرو ساعه وقف الميكرو باش نسمعوا الاستاذ راه فاش تحلوا الميكرو ما تنسمعوا والو خاص تقول انت بعدا والو سير كيك بغينا اللي فيهم كازا ولا فيهم الا هذيك الا ديال كازا تكون ولا ما تكونش يعني اوبسيونيل بغينا نقلبوا على غريب كازا فليست غادي يعطيني قال لي فيهم كازا وين نقول لك الا ديال كازا تكون ولا ما تكونش نديرها بحال الطريقه تديرها علامه استفهام وراها علامه استفهام وراها شنو تعني يعني هذيك اللي قبل منها ا تقدر تكون تقدر ما تكونش استاذ هذه ما فهمتهاش علامه الاستفهام يعني الحرف اللي قبل منها يقدر يكون يقدر ما يكونش واش ما عطاش لو قيد خاص ما جوج فين لا مسجه خاص وقيل اه هذه اكسبريسيون ايتوندي كاينه كازا هانسوف علاش
هذا يدك تقلب على كذا مسجف تقلب على كذا وهذيك الأ ديالها تقدر تكون تقدر ما تكونش لأن ما تستفهم باش ما عطا والو هذه السي مانوسكيل شوف س باش ما عطاش زغرب إذا بغينا نديرو هادي وقيلا خاص نديرو ليها خاص نديرو هاديك أونت سلاش عتعطي يعني كاين يقلب على كازا نلقاها ورقة كازا وغادي نلقى وحدة أخرى ما فيهاش كازا فيها كازا ما كاملاش هادي السطر هذا شوف فيها كازا ويني بلا أ فهمتو يعني لا أستاذ ما فهمتش أنا هادي بغيت نشرح لكم هنا شوف كيف السؤال شي مره تتقلب على شي كلمه بحال كازا كازا هذا وين هاد الا ديالها تقدر تكون تقدر ما تكونش اما تقلب على كازا هكذا كازا ولا تقلب على كا هذا بحال هكذا اما هادي اما هادي باش نقول لي هادي ولا هادي هاد الأ هادي تقدر تكون تقدر ما تكونش تندير موراها علامة استفهام وخلاص بلون تصلاش فهمتوا تقلب دابا نقدر نقول مثلا تقلب شنو الفرق استاذ بيناتهم يعني تقلب شي مرة تقلب على شي حاجة وقدر تكون تقدر ما تكونش بحالاش درتو الهضرة سي بي اي بي ما هي اي بي فيه ثلاثة بوان ثلاثة الأرقام مثلا يقدر يكون 192 168 28 مثلا بوان واحد بوان شهر ويني كل بلاصة فيها ثلاثة البلايص ياك ثلاثة اللي كاينين ما كاينش ثلاثة ويني لك ثلاثة اي ثلاثة وين في هذا واحد هذا راه كاينين ثلاثة وين غير واحد اللي كاين فيهم بحال كاين 00 اه باش نقول ليه كاين رقم والرقم الثاني يقدر يكون يقدر ما يكونش والرقم الثالث يقدر يكون يقدر ما يكونش تندير لك علامة استفهام باش نقول مثلا بغيت نقلب على ادريس اي بي واش كاين ادريس اي بي ولا ما كاينش ادريس اي بي اش هذاك مثلا في شي تيكست نشوف واش كاين شي واحد كتب ادريس اي بي خاصني نقول مثلا كاين واحد الرقم وكاين الرقم الثاني يقدر يكون يقدر ما يكونش والرقم يقدر يكون ما يقدرش فهمتها هذا استاذ ما سمعناش مزيان ما فهمتش استاذ زعما ديك علامه الاستفهام الصوت واضح كتعني الحرف صارت في المايك باش نسمعوا يعني دي قبل من هذاك علامه الاستفهام الحرف اللي قبل منها يقدر يكون يقدر ما يكونش يعني نقلب على هذاك الحرف ولا ما كانش راه يعطينا هذيك هذيك الكلمه مثلا في كازا وقلت لي كل ادم يقدر ما تكونش يقدر يعطيني كازا يقدر يعطيني سي اس ا هاد سي اس ا في هذاك ما فيهاش الا وين راه ما فيهاش الشرط علاش نقلب انا بحال ما قلت لكم على الاي بي الاي بي راه كل بلوك فيه ثلاثه النوامر وين واحد يقدر يكون غير نمره واحده يقدر يكون جوج نوامر يقدر يكون ثلاثه النوامر هادشي ديال يقدر يكون ما يقدر ما يكونش على حسب انت علاش تقلب ندوزو ريوانت ما تنساوش لونت سلاش بغينا نقلبوا على لي لي فيهم كازا الاس دابا تنشوفوا هذيك الاس ديال كازا إما تكون ك وما كاينش الاس هذيك الاس ديال كازا ما كاينش ا ولا ك ز ولا ك اس اس ا ولا الاس يقدر يكون بزاف يقدر يكون زيرو حتى ال ان اس يعني بغا كيما بغا يكون لو مو وين فيه ميم بادي بس كاين السي وكاين ا وكاين شي حاجه ومورا ا هذاك شنو نقلب باش نقولوا كاينه سي وكاينه ا وكاينه شي حاجه شنو باش نكون باش نقول هذيك شي حاجه غادي نقول غريب كاين ا كاينه شي حاجه يعني اطوال
وكاينة اس ا وندير فليست يعطيني كاع الكلمات اللي فيهم هذاك الشرط. مثلا كاينك هذا كاين هادي تغير لا هادي مدخلش الشرط ما دخلش في الهضره لان ما كانش فيها ا كاين هادي فيها ثلاثه الاسف كاين هادي فيها جوج اسف كاين هادو فيها ما عرفتش واخا خمسه جوج خمسه الاس كلهم فيهم هاد الشرط اللي قلت لك كاين السي ا كاين شي حاجه وكاين هنا غلط ما نقولش ديك الاس الاخرانيه بحال هكا كاين اس بس ندير لها باش نقول اس معوده بزاف المرات كاين اس كاين ا كاين ا كاين اس و اس اطوال وكاين ا يعني باش نقول اطوال بهذه الطريقه هذه غادي اس واخا تكون مضوبله بزاف المرات يحسبها كاينه بحال هنا مضوبله بزاف المرات محسوبه كاينه فهمتوا فهمت هذه الاطوال اش تعني ان انا حرف اللي قبل منها يقدر يكون معاود يقدر يكون معاود زيرو ولا بزاف د المرات يقدر يكون معاود مره واحده جوج مرات ثلاث مرات اربع مرات يا غاديه. السؤال اللي موراه افيشي اون كولور يعني بغيت شي افيشي ليا هذه في اي كرون اي وحده فيهم قريب بغيت نقلب لي فيهم طونجي في ليست بينهم وين ما ملونينش اللي بغيت نقول يلون غنزيد لوبسيون تيري تيري كولور الا كان بزاف ما غتقراش هنا لا غادي الا زدت تيري تيري كولور غادي يبين لك كيفاش تقلب بلون مختلف باش تشوفها باش تبان بالعين فهمتها تيري تيري كولور يعني لون داك الشيء باش نقلب مثلا قلت لك راه تقلب طونجي كيك هي طونجي هي طونجي راه تقلب 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 نرجعوا لهذوك الشيء اللي كنت نقلبوا عليه قبيله هذه يدرنا له تيري تيري كولور باش يبين لي فين لقاهم لقى هذه كازا لقى كازا لقى كازا لقى هذه هذه ضروري نقسم ديك تيري 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 فاش واحد الكلمه فاش نقولوا تيري تيري اللي تبعها مش حروف راه كلمه بوحدها كولور الا درتي غير تيري وحده غادي يعتبر راك درتي السي ودرتي الاو درتي ال ودرتي او درتي ار فاش تقول هذاك الشيء تبع راه كلمه ماشي كحروف تدير جوج تيريات في اي كوموند الا لقيت جوج تيريات درتي يعني راه اللي تبع راه كلمه مجموعه ماشي كحروف مستقطعين هذيك كولور كولور باش يلون لك فين لقى داك داك الشاشه تقلب. السؤال لي موراه بغينا ليدين نشوف الرقم باش اللي كان متبعش واحد فين وصل وصلنا ل السؤال رقم 15 بغينا ليدين تبداو اما تبدا هنا ب او لا اف اما او اما اف اما او باش نقولو تبدا بهذه ولا هذه كيما شفنا ديك المره ف شنقلبو بالات تنديرهم بين قوسين بين هذوك الموقفات اما او اما اف اما او لا وباش نقولو تبدا يعني تندير ديك الشابو قبل منها باش نقول تبدا لا لي تبدا بهذاك يعني كاين تما كيفاش تبقى تقراو هذا يعني كاينه البدايه ديال لين هي الشابو يعني بدات لين كاينه او شوف حرف كيك او ولا اف ولا او فليست راه هنا عندنا لا فرانس بادي باف اسبان بادي ب او والاوزا بادي ب او انا بادي لين فيهم هذاك الشيء اللي بغينا. السؤال اللي موراه اللي بادين بالماجسكول هو السؤال رقم 16 باش نقولوا بادي بالماجسكول شنو نقوله قريب يعني كاين نبدا السطر هو هذا كاينه ماجسكول يعني كاينه ا حتى زد كبيره فليست عندي هنا بادية بالماجسكول اذا بغينا نبينو فين لقاها هو غنديرو دي كولور الاولينا فين لقى لقى الام لقى الاف لقى الاو لقى يعني هذاك فاش تقول كولور تيلوني ديك البارتي اللي
تيوافق عليك شاش تقلب في هذه الحاله قلت لي قلب على الماجوسكول. السؤال موراه واقيلا المينوسكول اندوزون المينوسكول هنا الماجوسكول المينوسكول بغينا المينوسكول اش غنديروا نفس الكومب منسكيل الحاله استاذ من غير نديرو صغيره وزيد صغيره نديرو صغيره وزيد صغيره صافي هذاك شنو ندير هذا القرار اما كاملهم بعدين بالصغار بعدين ماروك الشيفر شنو تنديرو نفس الهضره الشيفر غريب شافو نديرو غريب شافو يعني بدات لالين معقوفه من زيرو لنف هنا بادي ب ا هادو صافي راه ارقام الا درنا كولو باش نتيقنوا ان فعلا هذاك الشيء اللي غنشقلبوا عليه نلقى راه نلقى لواحد ونلقى لواحد ونلقى لواحد. السؤال اللي موراه هو كي نو كومونس با باغ ان شيفر كي نو كومونس با شنو غنديروا نعاودو هذه وين ندير باش نقولي ما تيبداش لا يعني تنقلب على العكس يا في ترى في تقولي العكس تنقلب على العكس ديال داكشي اللي ما بادينش غير في يعني تانفيرسي لا ريشيرش لانفيرس بغينا ليدين كي كومونس باغ ام او سيتيرمين باغ او اللي تيبداو بام و لا تكملو ب او ماشي ب اي او اما هادي اما هادي نديرو معقوفة استاذ ام بلاتي بغي نمشي بوحدة وحدة قريب اللي تبدا ب ام يعني قريب شابو يعني كاين اللي بدات تصدر كاين ام فليست مزيان الاخرى قالك اللي تيساليو ب او يعني كاين في الاخر ديال ليست اشري لمتم وين قال لك بغينا نزديو هاد جوج خطره باش غنزديو ماش غنديرو غنديرو غريب غندير او كاين عندي ليكسبريسيون الاولانيه اللي هي شابو ام ونديرو ليها كاين عندي اكسبريسيون اخرى اللي هي اه ايطوال فليست هنا بحال لا لا هادي راه الاي اللي درت اكسبريسيون راه درت الاي خاصني ندير هذيك لا اخرى فيها راه الاي هذيك نديرو اما بادي ب او بادي بام ولا تنديرو هكذا نسالي ب او ما سديش هذيك هذي غادي يعطيني بادي ب ام كاينه ولا مسالي ب او هذا مسالي ب او واني ما بديتش ب ام وهذي بادي ب ام ومسالي ب او وهذي بادي ب ام وما مسالاش ب او يعني هذا الشرط داك الشيء علاش نقلب راه كاين بس الاولى شنو عطاتني هذه عطاتنا نفس النتيجة يعني هذه ولا هذه بحال بحال إذا تخدموا هذه إكسبريسيون إما تتوافق هذه إما ما فهمتش بغينا الأسطورة اللي بادين ب M ياك ولا الأسطورة اللي مسالين ب E ولا ماشي أي ولا باش نقول هذه الطريقة باش نقول هذا الشيء كاين جوج طرق إما تدير قريب وتدري راه عندي واحد الاكسبريسيون نقلب على الاكسبريسيون الاولى اللي هي كاينه بدايه السطر كاينه ام وكاينه واحد الاكسبريسيون اخرى هي كاينه الاو وكاينه وسالا السطر هادشي كامل في ليست اما هاد الاكسبريسيون نقلب اما هاد الاكسبريسيون نعطيهم نزيدو كولور هادي بادي بام فاش توافق الشرط الاول عشان نقلب وفي نفس الوقت تتوافق الشرط الثاني لان مسالي ب وهذه هذا فيها ما تتوافق الشرط الاولاني اللي هو تبدا بام
واني تتوافق الشرط الثاني وتبدا تستربعه، والثالثه تتوافق الشرط الاولاني اللي هو تبدا بام، واني ما تتوافق الشرط الثاني اللي هو تستربعه. الى درتي درتي واحد تنقلب على هذه الحاجه ودرتي واحده اخرى، اما يلقى هذه اما يلقى هذه، يعني كاين الاو. والطريقه الثانيه هي اللي شفنا فاش كنا تنقلبوا، اما اكادير اما هذه، تديرها بهاد لاباغ الواقفه. مفهوم ولا ما فهمش؟ وسات بالنسبه للثالثه، علاش مثلا علاش ما سالتناش الكلمه ب؟ حنا وين حنا تنقلبوا اما هذه اما هذه، مش بالضروره بجوج. تسترت ثاني راه ما بداش بام، السطر الاولاني راه بادي ومسرب بادي بام ومسرب، الثاني ما باديش بام ومسرب، السطر الثالث بادي بام ومسربش به، يعني اما هذه ولا هذه ولا بجوج. لكن بجوج راه حيت الاو اذا كانوا بجوجهم صحاح راه القضيه صحيحه، اذا كانوا واحد فيهم صحيح راه صحيح، اذا كانوا غلطين بجوج راه غلطه. اش اللي كاين في هذا السؤال دي مو هو الاي، هو تيبدا بام وتيسالب، باش نقول تيبدا وتيسالي كي غندير لها هذا انا غراب، يعني تيب كاين البدا ديال السطر كاين ام المهم، وكاين هذا وين بيناتهم كاين شي حاجه، يعني كاين حرف باش نقولوا كاين حرف هي بوان، نقطه تعني حرف، الحرف معاود زيرو او بلوزيغ فوا. فهمتوا البوان شنو تعني؟ الا كان بوان براسه تعني حرف، بوان تعني حرف ودور ونجمل موراها كاينه شي حاجه جمل موراها هي يعني باش كتعاود هذاك الحرف، هي باش كتبدا. لا ديما فاش تلقى نجمه ولا علامه استفهام شوف لي قبل منها، شوف لي قبل منها شنو هي يلقى شوف لي قبل منها نقطه اي حرف كما نقول البوينت، لا مثلا كتعني شي حروف ما بين كلمه، لا حرف تعني حرف واحد، كتعني انه كاين شي حرف، نقول حرف زيرو حرف موراه نجمه ثاني، يعني ديك الحرف معاود زيرو ولا بزاف المرات، فهمتها؟ علاش لون ليا هذا باش تفهموها مزيان، بعدا نحيدو لابارتي الاخرانية غنديرو هكدا، كاين ام بلاص ندير نحيدوها هكدا، درت ام وكاينه بوان، شو تعني هذه؟ يعني ام وشي حرف، ام وشي حرف موراها وحرف واحد. اذا شفت الاولي انا الاولي الام اللي لقى والا وين درت ليه درت ليه هذا واحد نمو ودرت ليه نجمع، يعني هذا معاود زيرو ا بلوزيغ فوا الاولي كل شيء، هذاك نجمع يعني حرف معاود بزاف المرات R O C و طابيلاسيون F وكذا وكذا، هذه تعني ديك الجمع، يعني اللي قبل منها معاودة. ها اشنا اش فهمتوا اش فهمتوا اش نجمع كل مرة وشنو كتعني؟ حيت قلت لنا بأن إلا كتنجمع راه كتعني كاينة شي حاجة، لا تعني اللي قبل منها، دابا في قريب تنهضروا على قريب براسها، يعني هذيك الشيء اللي قبل النجمة براسها، شنو قبل النجمة؟ واش هذاك الكولور تاعو درت الكولور غير باش نلون باش نعرف فين نلقى باش نقلب، تاع كولور غير باش نلون، بس الكولور غير باش نلون، بس الا بغينا نقول له بادي بام وقف بادي غريب بادي بام، هي اللي كانت بدات تسطر، كاين ام وكاين ا وكاين، دابا بغيت نقول لي هذا فلست
سيد لا درتي نقطه دابا غادي افيشي لنا ام او اللي مورا غادي شبان ثلاثه بلاصه بس واحد دقيقه نسمع سارة نعم ستير مايك شنو مايك المايك باش تدوي ستير مايك بلاس سوى سخشون باش فهمو هادا ندير واحد فيش VI تست عطينا شي كلمات مثلا نقولو ايه نقول M وكينا A M وكينا A A A وكينا M A A ماروك نديرو شنو أخرى عالسنة نديرو شي حاجة نديرو M ونديرو لا غير تنعود الحروف باش تفهموا علاش شنو قصدت انا اوكي نا ار كان درا كان كان ار كان او كان اس اس المهم هذا غير باش تفهموا علاش شنو قصدت دابا نقلبوا في التست كات بس كات هذاك الفيديو مش عارف شنو مكتوب فيه تست سي بون كاينه ام كاينه ا كاينه ا كاينه هذا بغيت نقول ليه تنقلب على جريب اللي بادين بام وكاينه ا فتت ثاني كاملو بادين بام و ا فهمه وغنديرو ديك كولور باش بقى باش بقى نلونو اشنو نلقى نلقى هذا ماروك وين بغيت نقول ليه تقلب لي على ام و ا هاد ا تقدر تكون معاوده بزاف د المرات بحال هكذا لوني كاع الشروط اللي كاينين شنو تعني ديك النجمه دابا فهمتوا نجمعيني الحرف أ يقدر يكون معاود زيرو ولا بزاف د المرات وباش نتيقنو راه كاينة زيرو ندير في آي تيست و ونمشي هنا ندير انسيرسيون وندير إم خاوية إم ونسجل ما كاينش الأ ما نديروش ما كاينش ندير ما كاينش الأ ونعاود هادي هادي إم كاينة باش متوفر فيها الشرط كاينة إم وكاينة أ وهاديك أ قد تكون تقدر ما تكونش ديك النجمه اللي مورا ا ثاني شنو يعني ديك الابراتها كاينه اما زيرو ولا بزاف المرات ديك كاين على المعنى ديال النجمه واني في الحاله ا بلا نعاود ندير نزيدو نعقدوا شي الامور نديرو شي كلمه بادي ب ام وما كاينش الا مارك مار بحال هكا نسجل ما غاش طلع هنا ما حيت غير بادي بام واني ما لونيش الار الا بغيت نقول ليه قلب لي عليه تبدا ب ا وشي حرف اخر ماشي بالضروره يكون ا وهذا قدر يقدر يكون معاود بزاف دابا هنا البوان هذا عنده معنى لان البوان بالنسبة لهاد لي غوشيرش البوان هو علامة استفهام نجمة عندهم ترجمة أخرى على الحروف مثلا أ إس إس كتر كاملين الحروف أخرى عاديين وني فاش تقولي بوان ولا بلوس ولا نجمة وكذا تترجمو تصرفهم بطريقة أخرى مثلا واش عندهم مستند بغيت نقول ليه الحرف كي كل واحد ترجمة إلا بغيت نقول لك كاين ام وكاين حرف دابا باش نفهمو كاين ام وكاين بوان ماشي كاين ام
وكاينه ار كاينه ام وكاينه ا وكاينه ام وكاينه لان البوان براسها الترجمه ديالها بالنسبه للغريب تقراها كاين حرف. ولا بغيت نقول لي هذا الحرف هذا معاود يقدر يكون نقول نجمه مثلا نجمه فين نجمه هذا يعني هذاك الحرف كاين حرف وحرف اخر وحرف اخر وحرف اخر باش تفغي اللي ياكلش فهمتها اه فهمت دابا الا بغيت نقول لي هذاك الحرف على الاقل معاود مره واحده ماشي زيرو ما تما ديرهاش درناه خدها ا ياك درنا نجمه اش نقول ليا ا تقدر تكون وتقدر ما تكونش واني بغيت نقول لي ا كاينه بعدا كاينه واحده على الاقل واحده اش غنقول له غنقول كاينه ا بلس بلس خاص ندير بالاكسبرسيون ريغولي نتس هذا مدى الشيء سباس هو يدرس إكسبرسيون ويقالي خاص ندير هكذا يدرت البلوس أشو ثاني يعني ديك الحرف يعني على الأقل مرة معود على الأقل مرة على الأقل مرة واحدة مشي بحال نجمة نجمة تقول زيرو آ إن فوا وإنش مرة تقول أكينا آ وديك الآ تقدر تكون بزاف معودة بزاف المرات اللي بغيت تقول على الاقل كاين مره واحده تدير بلس اللي بغيت تقول لي من زيرو حتى بزاف د المرات تدير نجمه على حسب السيتوياسيون تقول لي معاوده ثلاثه ولا جوج تدير بلس بلس بس الا بغيت نقول لي معاوده بس ماشي بلس بلس تنقول لي هذا ال ا الا بغيت ندير هذيك الطريقه اللي بغيت تكون لما تقول لي معاوده طروافه بغيت انا لي معاوده ثلاثه المرات شا يدرس دوك اللامات وكنتي لي معاوده ثلاثه المرات يا طارق بغيت نقول لي معاوده بين جوج مرات وخمسه المرات معاوده بين جوج مرات وبعض المرات شنو هذا مش هذا خلاص وقيلة خاص ندير هنا بدأ بأم سيد لو بغيت الرقم ديال السطر اللي فيه هذيك في الفيشي ندير أن معاودة بين جوج مرات وهذه معاودة بين جوج مرات وأربعة المرات يعني كاينة هذه جوج مرات الأ وكاينة ثلاثة المرات وكاينة أربعة المرات وأنا ما عطانيش خمسة لأن قلت لي غير بين جوج والآخر بغيت تقول بغيت تسير النومبغ ديالين النميرو ديالنا غندير زد ان في هضره ندير هنا ان غادي يقول لك كاين في السطر رقم 4 ولا السطر رقم 5 و7 و8 و9 فهمتها وي استاذ شكرا لو سمحت انا هذا الا بغيتي هادو تسمعوا لي زيكسبريسيون ريغولي لي زيكسبريسيون ريغولي بهم مثلا بغيت نقول ليه هذه اشنو فهمتي منها يعني بدا بام هذا الشابو يعني كاين بدا تسطر هذا الشابو شو ثاني يعني بدا بسطر بدا تسطر مورا كاين هذيك الشابو يعني راه بدا تسطر ومورا بدا تسطر شنو كاين كاين ام مورا ام شنو كاين كاين ا هاك مثلا هنا مزيانه وعندك ا درت ليه يقدر تكون معاوده جوج مرات حتى لاربع مرات هي دوك اللامات يعني معاوده جوج مرات ولا ثلاث مرات ولا اربع مرات هاد تنقولي معاوده جوج مرات حتى اربع حتى اربع مرات الا بغيت نجربوا واحد الطريقه اخرى نديروا واحد الفيشه اخرى باش تزيدوا تفهموا مزيان في اي ابي ندير واحد الفيشي ونكتبو فيه نفيريفي واش واحد مثلا يقلب على ايبي مثلا نديرو ا بوان ا ا بوان بي بي بوان دي دي ونديرو 192 مثلا 192 168 بوان واحد بوان عشرة وندير 192 بوان
100 و بلاص 68 دير بي بوان جوج بوان 4 نديرو نديرو غير هادو ونسجل نديرو كاتس اي بي نافش هاد اي بي اش نفهم بغيت نقلب مثلا على الاي بي وسط فان فيش نقول ليه نقلب على اي بي شنو نقول ليه يعني عدي عندي قريب عندي رقم باش نقول عندي رقم عندي من زيرو حتى السعود ياك وين داك الرقم يقدر يكون معاود مره ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه يعني نقول هذا الرقم معاود بين واحد وثلاثه مرات لان باين ان داك الرقم معاود من إما واحد إما جوج إما ثلاث مرات في إبي ندير قبل نبينو فين نلقاهم هاني خاصني ندير إكسبرسيون إكستوندي ندير وحدة ندير ماجوسكيل وندير هكدا سنسى هاد المرة خاص ندير هاديك المرة ما ديرهاش ها هو لقى شنو لقى لقى ليا 192 168 بوان واحد فاصرا نم تكون بالاحمر متوفر فيهم الشرط هذه لقاها وين نقول ليه كاين هذا وكاينه مورا واحد البوان باش نتيقن راه ما يعطينيش هذا البي هذا البي هذا ما صرحليش غادي نجي للكوموند ونقول لك كاينه بوان وين بوان شنو تترجمها هو تترجمها لنا حرف كما بغى يكون باش نقول ليه راه هذيك راه بوان براس ما هذا القضيه شويه معقده غير باش تاخذ الفكره دابا ديك 16 بي ما خداهاش علاش ما خداهاش لان ما توفرش فيها الشرط كاين رقم معاود مره ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه المرات ولا ثلاثه المرات ومورا بوا ما مورا حرف فهمت وين اللي بغيت انا نقول لي اي بي انا نقول لي هذا كاين الاقواس نقول لي هذا ارقام معاودين وافقا عاودي ثلاث مرات ماذا تقدر تفهمها تقدر ما تفهمهاش وكاينه بوان يعني هي براسها الكوموند براسها فهذيك معاودة ثلاث مرات انا هذيك اللي كاين بين قوسين يعني مثل تسمى الجروبين غنجمع معاودة ثلاث مرات وكاينه بوان وكاين واحد الرقم زيرو حتى للتسعود معاود بين واحد وثلاثة المرات هادو زيكسبريسيون قولي لا ضبطو لي زيكسبريسيون ما عطاش شي حاجة لا قاعدة بوان بس نجربها بعدا بلا بمنا كاينة بوان في الاخر اذا مغاش ندير بوان كاينة في هذا ما يعطيني والو فعلا لان هاد البوان زدت هادي غير زيدة هادي غنفيها انا غير زيدها سي بون اي بي واحد كاين هو 192 واحد 10 كات اي بي علاش هادي عتبر صحه هياك هادي ما عتبر صحه لان ما متوفرش فيها الشروط وهادي ما متوفرش فيها الشروط لانها فيها واحد بي هنا ميم هادي اكسبريسيون دابا هادي تسمى اكسبريسيون ريغولي بغيت تقلبوا عليهم مثلا نعطيكم فين تقلبوا سمعنا واش تقلبوا ريغول اكسبريسيون ريغول تغير بور ميتريزي ريجي ولا اسم ريجي ماشي بالضروره تقراهم وين غتحتاجهم مثلا في سيبر سيكوريتي سيبر سيكوريتي راه تيخدمو بزيكسبريسيون ريغولي بزاف حتى في البروغراماسيون تنقلبو على زيكسبريسيون ريغولي المهم غتقلبو على شي حاجة سميتها اكسبريسيون ريغولار اكسبريسيون ريغولار يمكن اكسبريسيون
او لا غير بالاكسبرسيون ديال تقول تراي اكسبت في بيتون مثلا فبر غير ما ندير الاكسبسيون ديال الاكسبسيون لا هذه اكسبرسيون ماشي اكسبسيون اكسبرسيون هو لا لا بريفيسيون تقول هادو ريجكت بالنسبه لكم الكور ما تهمناش تمشيو فيهم بعيد الا فهمتي غير شي كتابه ديال بادي بحرف نسالي بحرف كاين حرف وكاين شي حاجه وما هذا النيفو هذا ديال تجبد ديال اي بي راه شي فين راه نيفو افونسي هذا دابا اللي درت الاخرانيه راه نيفو تري افونسي ماشي نيفو سامبل قول باش نقول مثلا راه اي بي ولا مثلا راه النيميرو د كارط مثلا يقدر يكون واحد تقلب على النيميرو د كارط ناسيونال وي ديك اونتي سلاش شنو كتعني الدور ديالها الدور ديال هذا بلا درت البوان عاديه اش غنعتبره غنعتبره حرف كيما بغى يكون لان قلنا البوان عندها معنى محدد بالنسبه للزيكسبرسيون باش نقول راه بغيت انا البوان براسها ماشي المعنى ديالها اللي هو حرف تندير اونتي سلاش تسمى اس ليشابمون كاركتر ديشابمون يعني البوان بغيت انا البوان ماشي حرف كيما بغى يكون بغيت بوان ولا بغيت بلوس ولا بغيت اونتي سلاش براسها ولا بغيت هذه لان كل حاجه عنده كاين بحال النجمه وبلوس وبوان وعلامه استفهام عندهم معنى مختلف باش نقول لي حيدو هذيك المعنى اللي عندهم تنديرهم اونتي سلاش فهمتي صافي لان لا اعتبر دخلتي بوان اعتبر اي حرف كيما بغى يكون هنا بوان براسها انا قلت بغيت البوان براسها ماشي شي حاجه اخرى ندوزو السؤال هذا السؤال اللي قال لك يدي كوين كي كومونس بار ام اي سو تيرمين اي تبدا بام وتكمل ب ا كي غنديروا لها يعني قريب كاين البدايه ديال السطر كاين ام كاين واحد الحرف يعني واخا جبتها بجوج هذه كاينه نجمه وكاين ا وكاين وسط السطر ديك دولار سلا سطر ديك الشابو بدا سطر كاين ام كاين جم... واحد البوان معاود زيرو ولا بزاف المرات كاين او كاين دولار فليست ويعطيني باش نديرو كولور كاين غير سطر واحد في هذاك الشروط عطاني هذاك السطر اللي فيه بدا ب ام ومسالي ب ا وفي واحد العدد الحروف معاودين واحد العدد المرات ندوزو السؤال افيشيلين كي كومونس باغ اي ماجسكول استورمين باغ سالي تبدا بماجسكول وتسالي بسالي بنفس الهضره اللي درنا دابا يعني تبدا غريب يعني بدا السطر شابو كاينه ماجسكول يعني كاين ا حتى زد كاين واحد الحرف معاود بزاف د المرات وكاينه سالي وسالا السطر شي كامل في ليست فهمت هذا الكوموند وي استاذ يعني بدا السطر كاين ا من ا تزيد واحد فيهم كاين واحد الحرف معاود زيرو ا ان فوا وكاين سالب وسالا السطر باش تبقى تبقى تقرا هذا قريب كيفاش تخدم شنو اخر عندنا عندنا افيشي ديلي كي كومونس باغ اون ماجسكول اي سي تيرمين باغ كازا نفس الهضره نفس الكوموند غير نديرو كازا بلاص بلاس كي كوموند نفس الهضره غنديرو هنا كازا ما كاينش فقره واحده ولا وقيله كاينه كازا كازا ماجوسكول ما كاينش السطر فيها هذاك الشرط شي قلبه سير افيشي لينك كومونس باغ او موان 3 كاركتر يعني عندي على الاقل ثلاثه الحروف بادي على الاقل ثلاثه الحروف باش نقولي بادي على الاقل بثلاثه الحروف اش قلت لكم قبيله كاين قريب كاين عندي حرف هذا حرف معاود على الاقل طرافا صح بادي ونديرو شابو باش تبدا انا بادي بادي السطر وكاين حتى الحروف وانا ما درتش ليست هنا ما عنديش شحال مشي هذيك بادي على الاقل خاصني الاو ماجوسكول شوف لي اكسبرسيون ريغولي
راه تقريبا كلشي فيه هذا في هذاك الشرط يعني على الاقل هذا اللي كاركتر كاين باش نقولي على الاقل تنديرو ديك ثلاثه كاين ثلاثه دي كاركتر اشنو اخر قال لك افيشي لين كيكون تي علامه استفهام قلنا علامه استفهام عندها معنى محدد بالنسبه ل نعم بالنسبه للقريب اذا قلت ليه علامه استفهام وندير ليست غادي يعطي لي اللي فيهم الارقام لا عطاني في علامه الاستفهام نورمال دا علامه الاستفهام يعني داك الشيء يقدر يكون اللي موراه اوبسيونال تنديروا ديما هذوك الحروف اللي بحال علامه الاستفهام بلس وكذا تديروا قدامها اونتي سلاش اونتي سلاش شنو ثاني يعني تنقول ليه هذاك الحرف اللي جاي موراها ما تاخذوش بالمعنى اللي تفهمو انت بحال ما قلت ليه قلب لي على بوين اللي فيهم بوين بوين يعني عندهم واحد حرف فهمتها وين يكتي يقلب على البوان براسها تندير قدامها اونتي سلاش نقول لي راه تنقلب انا البوان ماشي اي ماشي البوان اللي تعني حرف عندي خاص ندير لها بس شنو مره خاص دير ديك خاص دير هاد القيومي عادي فهم غادي يبقى غادي تفهم معاك الا ما درتش هاديك القيومي الوحده ماشي القيومي اللي فيها جوج القيومي وحده هنا تيقلب على البوان براسها لان ما ترجمهاش ان البوان هي حرف فهمتها وي هاد البوان إذا بغيت نقول راه بوان داك تقدر نفس القضيه بالنسبه لعلامه الاستفهام نفس القضيه البليس افيشي لي لين كي كونتيان بوان نفس الهضره افيش صافي سلاش اذا بغينا صافي سلا نشوفوا شي حاجه اخرى نسالوا هادو بالنسبه لدوك الكومود ديال فين غنشوفهم في الدرس بحال شنو اش نقدروا نديروا بالقلب ما نقلع قولوا لنا على شي حاجه نقلبوا عليها يقدر تقلب بالقلب ماشي بالضروره في شيء مثلا تقلب على تندير موائر ريكورسيف غادي نقلب على مثلا ماروك في واحد الدوسي نقلب في الدوسي في الدوسي الحالي يعني ماشي بالضروره تكون عارف الفيشي فاش تقلب باش تقلب في واحد الفيشي تقدر تقول ليه ما قلب على شي حاجه مثلا في هذا الدوسي ولا قلب في دوسي البوان فهمت ولا ندير بهوم كامله ويقلب ويقال فيما لقى ماروك يلقى من هذا ساعه تيك لو دروا ما عندكش لو دروا اد فاد واحد وتعطيني فين في القه يعني تقدر تقلب تخدم قريب باش تقلب بلا ما تعرف مسبقا فاش كاين داك الشيء تقلب فهمت بحال الكوموند بحال فاين بحال فاين غير فاين شويه متخصصه في هادشي ولا في الكالي كاينات واحد الكوموند سميتها لوكات لوكات تنقلب على شي حاجه تنقلب على ماروك وانا لوكات تقلب على بسميت الفيشي ماشي بالكونتوني ديالو لوكات غير كنتي عارفها تتقلب في السميه ديال الفيشي بالنسبه لهادشي اللي شفنا كاين شي اسئله استاذ عافاك واخا تعاود هذيك الاولانيه كاع كيفاش مثلا تدخل باش تكتب دوك السميه ديال كازا ماروك غير هذيك الاولى بس جون عندكم كاع باش اللي كنتو تخدموا في اي اللي فيد تكتب فين هما اي وفاش كدير انغوجيستري باش تخرج استاذ انا كتبتهم باش دير انغوجيستري باش تخرج بس انا نكتب شي حاجه نكتب كاينه ماروك طابيلاسيون فاس مام سيريز نقول سيري الكتابه تدير ايشاب تدير دو بوان دو فيكيلون ايشاب دو بوان دو فيكيلون كدير اونتري اونتري وتعطيك تشجع كيفاش ترجع صافي و ديك الساعه تسير مع التي بي كيما ما راه يمكنكم ديروا كوبي كولي وين خاص تدخل الفيشي هذاك تدخلوا لداخل يكون في الكالي ودخل يكون في الكالي باش دير كوبي كولي منه حيت باش دير كوبي كولي من برا لداخل ما خدامش الا دير كتي مع انستال الفيم وير يقدر يعطيك هاد القضيه كتي مع انستال فيرتوال تشوز ديرو ما نوقف لهم غير تخدم باش مابقاش يكون مطول باش نخدم شي 200 مليون دولار واه
كيفاش نقدروا ندخلوا شي دوسي بحال كامل ويندوز الكالي كتكون ماص اش باش خدام انت هذاك ديال هاي ايبر فيلا ايبر في ما تعطيش ما لينوكس ما مفهمش ما مزيان يمكن ليك تحول هذاك الشيء ايماج ايزو شنو دير في ايماج ايزو دوزو ليك السيدي صافي يعني تكري واحد الايزو في هذاك الشيء اللي بغيت تدوز لداخل ومونتي في لا ماشين وغادوزو بالنسبه للفيمير ولا الفيرتشوال بوكس يمكن غير تنستال ديك التولز ديالهم وهذاك يعطيك دير كوبي كولي سن تشبو سدانا ديال في فيل بوينت اكس ماشي باش يدخل تيقول لي ايرور اشنو تعطيك فيل في الرقبه بعدا اش مدوصي فروت انت فروت ودرت في فيل وما عطاك والو درت في فيل وما عطاني والو لكن ما درتش شنو سباس لا درتها انا ما خاصها تعطيك اشنو ايرور شنو كتب لك فيها كتب ليا ديك باش يوزر بين في ودار دو بوان امبوت اوتبوت ايرور خاصو ميزاجو شي حاجه عندك ماشي هذيك بحال غير هذيك في ماشي ما خدامش عليك انت يا قديمه يا ما مانصاليش كاع جرب دير قبل دير بلاصتها نانو باش خدم بعدا نانو خدم بنانو صافي خدم لو دير نانو الى عندك ايديتور نانو خدم بنانو نانو ساهل راه باش راه كونترول اكس ولا واخدم بكونترول كونترول اكس وكونترول او باش وكونترول اكس اي صافي داك الشيء سهل نانو على الفي اي في الخدمه يعني بحال